تاني. صلاح مصطفى طالب عادي زينا. ازاي يعني شرط؟ يعني شخصيته قوية، عارف كويس هو بيعمل ايه، محدد اهدافه بوضوح. طبعا يا بنتي مش عايز تحدي، تحس كده انه استاذ مش طالب، تبقي عاوزه دايما تسمعي كلامه وتركزي في كل كلمه بيقولها. الحقيقه اللي مركزه فيه قوي ان انتي مركزه معاه، وحاسه ان ده جنب نوتي ايه. صح صح مش عارفه. طب افرضي يعني فن. افرضي ان انا معجبه بشخصيه ممتازه زي كده، ايه عيب؟ لا مش عيب، هو العيب ان احنا نسيب المحاضره اللي هتبدا فورا، وانت عارفه ان الدكتور ما بيرحمش. شفتي رحب بينا ازاي اول ما عرف مين عايزين نرشح اسمه؟ لا ما شفتش الحقيقه، ما خدتش بالي. يلا عشان انت انسانه سليمه تتطوري. ما هو كده مش هينفع يا عم علي، مش بقول كل ما عاوز خط هستنى بالساعه وساعتين. دلوقتي العميد مش كان ادى امر ان الاتحاد يبقى له خط مخصوص؟ وديته فين؟ ولا يهمك يا عم علي، ما فيش مشكله. بص انا هروح انا وانت للعميد، والعميد ممكن يديك فلوس او خلص 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 يا صلاح، انا عايز اتكلم معاك شويه. طيب يا عم، طيب مع السلامه. انا كمان عايز اتكلم معاك، بس اللي هنتكلم فيه ما ينفعش يتفتح. ما انا جيت لك امبارح واستنيتك ساعتين بحالهم، كنت فين؟ كنت في مليون حته. ايه؟ هتحط ايدي على خدي في البيت واستناكي ولا ايه؟ استنيتك لغايه الساعه 9. ما كانش في بيننا مواعيد. عندك حق، سبت لك رسالة، شفتها؟ قصدك سبت فضيحة. فضيحة؟ طبعا فضيحة، أمال بتسميها إيه؟ سايبة لي ورق على الباب فيها أشواق وهيام وغرام وكاتبة اسمك وماضية مش عارف. صلاح أنا كنت أداني جارة العز بتقري ولا حاجة، وشاف اللي أنت عاملاه ده، تبقى فضيحة ولا مش فضيحة؟ صلاح أنا كنت حابة أعرفك أنا قادر. طالب جه وعايز مني أي حاجة، وشاف الحكاية دي، وخد الورقة وصورها مليون نسخة، تبقى دي عندي خبية هايلة مش كده؟ انت كنت وحشني قوي صلاح، انا كنت حابه اكون معاك، انا قعدت 3 شهور الصيف ما بشوفكش، انا كنت مشتاقه لك جدا جدا. شيل ايدك، زمان الدب قادر تصاحبها بحجه انها بتحبه، مش مستعد ان اي حد يأذيني مهما كان عذره. عن اذنك صلاح انا اسف، سمعتها 100 مره قبل كده. غصب عنك يوه، نتكلم بعدين. وانا جاي سمعت بنتين بيتكلموا عنك، يا سلام، بيقولوا صلاح مرتضى ده شخصيته تجنن، مبهورين جدا جدا بيه، سعدة جدا جدا انهم داخلين انتخابات معاك. دول سلمى عبد الحميد وغدا عثمان، دول بتوع الصحافه. متفوقين مش كده؟ متفوقين جدا جدا الحقيقه. انا مهتم قوي لانهم لو نجحوا هيبقوا عناصر مفيده جدا للاتحاد. عناصر مفيده زي مش كده؟ بتتكلم عن ايه؟ بتكلم على الانتخابات، على الاتحاد. السنه دي الاتحاد هيبقى نار قايده. بسيط، ابعدي عن النار القايده وما ترشحش نفسي. ما اقدرش ما رشحش نفسي، الانتخابات حق من حقوقي، وانا ما احبش اضيع حقوقي ابدا. حلو، بس المهم بقى تعرفي حدود حقوقك فين وما تخرجيش عنه. انا اذنك صلاح، انا هاجي لك النهارده بالليل. لا النهارده ولا بكره ولا اي وقت، انا مشغول بمليون حاجه. انا اذنك صلاح، والله العظيم حرام عليك. ايوه وليدي حبيبي، كويس قوي ان انت لسه ما نزلتش، عايزه منك خير. الساعة 3 بالظبط تروح قدام الجامعة، هتلاقي الغدا، تاخدها توصلها البيت وترجع كليتك. أيوة، أصل أنا والدكتور عثمان مشغولين قوي، عندنا 4 عمليات. طب يا حبيبي، متشكرة جدا، مع السلامة. لا بقول لك إيه، استنى، أوعى تنسى تتغدى. لا طبعًا، هنتعشى سوا. مع السلامة يا حبيبي. أوه.
الو صباح الخير، ممكن اكلم الاستاذ صلاح مرتضى؟ طب هو بيجي الساعه كام؟ لا 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 مش مهم، انا هطلبه تاني. شكرا. الو الو رؤوف، ازيك؟ انا الحمد لله زي الفل. اها باين من صوتي. بص انا عايزه اهنيك واشكرك. اه طبعا طبعا عايزه اهنيك على الافتتاحيه بتاعت النهارده. عايزة أشكرك، عايزة أشكرك على الهدية الغالية اللي اديتها لي، اللي اسمه صلاح مرتضى. طبعا طبعا أنا مستعجلة على الريبورتاج بتاعي. ها أوكي أنا موجودة في البيت، خلص شغلك وكلمني. أوكي يا رأو. على فكرة يا أبو صلاح، رؤوف وهبي بيخدمك، لكن برضه بيستفاد منك كتير قوي. يا مشوق كلنا بنستفيد من بعض، هياخد وهاد، ما تشغلش بالك. طبعا إذنك، رايح أحضر محاضرة للدكتور عبد الرحيم. أوكي. أبو صلاح لو سمحت يا أستاذ صلاح. تحت أمرك. هو حضرتك رئيس اتحاد الكلية كلها ولا رئيس اتحاد السنة الأولى بس؟ لا الكلية كلها. ليه السؤال ده؟ عشان منزل 1000 كتاب مجانا لطلبة سنة أولى بس، لكن برضه في طلبة من سنة تانية وتالتة ورابعة برضه محتاجين للكتب. أنا عارف الكلام ده كله، بس طلبة سنة أولى دول مجرد بداية، لكن كل الطلبة في كل الأقسام هيستفيدوا من الكتب المجانية. طلبة الكلية كلها ولا طلبة قسم صحافة اللي أنت فيه بس؟ أنت رأيك إيه؟ أنا رئيس اتحاد الطلبة ولا رئيس اتحاد صحافة؟ رئيس اتحاد الطلبة طبعًا، بس يا ترى الكلام ده هيحصل بعد الانتخابات ولا قبلها؟ قبلها بعدها مش هتفرق. طب مش جايز تخسر الانتخابات؟ ما اخسر، وايه المشكلة؟ المسألة دي مش مرتبطة بخسارتي في الانتخابات أو بالمكسب. أنا عارف كويس أوي ظروف الطلبة المحتاجين، ومساعدتهم واجب وشرف، سواء نجحت أو ما نجحتش. يعني هناخد كتب؟ هتاخدوا كتب. اعترف يا صلاح يا مرتضى إن حركة كتب سنة أولى دي لعبة انتخابية. لعبة انتخابية إيه بس يا فيصل؟ يا جماعة عايز أقدم لكم زميلي فيصل خليفة، زميلي في الليسانس ومنافسي الشريف اللدود في الانتخابات. بس للأسف الشديد حظه السيء بيخلينا نخسر جهوده في مجلس الاتحاد. ما تحاولش تاكلني يا صلاح مرتضى، حركه الالف كتاب اللي هيتوزعوا على طلبه سنه اولى هيتوزع معاهم كارت مع تحيات صلاح مرتضى. لعبه مكشوفه، دعايه انتخابيه عشان يضمن بيها اصوات الطلبه الجداد لسنه اولى. يعني قايمه سنه اولى كلها تبقى بتاعتك. طب ما هو ده مش عيب يا فيصل، كل شيء مباح في الحب والحرب والانتخابات. بس بشرف مش للدعايه. بس دي حاجة شريفة جدا، ممارسة عملية التكافل، دليل ملموس على ان انا عايز اساعد الطلبة المحتاجين. والله العظيم لسه كنت بقول لهم ان كل الطلبة في كل الاقسام هيستفيدوا من الكتب المجانية. والله العظيم يا فيصل انا ما جت في بالي خالص حكاية ان احط كارت في الكتب وامضي صلاح مرتضى، بس هي فكرة حلوة. بشكرك انك نبهتني. مع تحيات صلاح مرتضى. كارت كده حلو ولا مش حلو؟ نفسي اعرف مين اللي وراك ومين اللي بيمولك وليه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا اللي ورايا ناس طيبين وقلوبهم مفتوحه، بيقتنعوا بافكاري وبيساعدوني.
وليه بيستفيد في الآخر الطلبة المحتاجين؟ يا فيصل، أنا مصري وبسيط جدا، من الناس، لا أنا بتاع اليمين ولا بتاع اليسار، لا بتاع مراكز القوة ومنظمة الشباب ولا بتاع الإخوان، أنا بتاع مصر، بتاع الطلبة وبس. بس مش عايز أسمع. لا يا صلاح المطلع، الاشتراكية هي الحل. أنهي اشتراكية يا فيصل؟ الاشتراكية العادلة، مش اشتراكية موسكو والرفاق. يا أخي انسى بقى غسيل مخ اللي حصل لك، ونظف قلبك وحط إيدك في إيدينا. وأهلا بيك يا فيصل. كلكم هتستفيدوا بالكتب المجانيه. يلا بقى عند حضراتكم. ماشي، بس بقول ايه، انا عايزك وعايزك انت كمان. اتفضل اقعد. احراج ايه ده يا بابا اللي انت بتتكلم عليه؟ يا بنتي زملاتك اللي شفتك معاهم النهارده ولاد اكابر صحيح، وانا راجل غلبان على قد حالي. انا كنت مكسوف من شكلي وهدومي والحاجات اللي شايلها وانا واقف قدامهم. مكسوف من ايه يا ابو سلمى؟ ده انت تشرف اكبر كبير. وبعدين يا بابا احنا مفيش فرق بيننا وبين اي حد، احنا ناس بنشتغل ونعرق عشان تفضل راسنا مرفوعه. برضو يا بنتي المظاهر مهمه قوي. مظاهر ايه بس اللي انت بتتكلم عليها يا بابا؟ طب ما انا ممكن اشوف ابو غاده وهو بلبس الشغل بالبلط الابيض بتاعه، هي كمان شافتك بلبس الشغل، يعني خلصين لبس الشرف يا ابو سلمى. ربنا يبارك لي فيك يا سلمى. ربنا يبارك لنا فيك يا حبيبي، يا شهد يا اصيل. طب والله العظيم انا كنت واقفه جنبك في منتهى الفرحه، حاسه كده بالامان والاحترام. ربنا يسعدك يا بنتي ويخليك ليا. الهي وانت جاهي وسندي ومعيني، ربنا يخليك لينا يا بابا يا حبيبي يا شهد يا اصيل يا سيد الرجاله. شكلك كده مش هيتعشى للصبح. البابور مزرجي معايا قوي. ما هقفت البوابير دي مش شغلتك، خليك انت في القرايه والكتابه والدروس وسيب البوابير لاصحابها. يظهر العده بتاعته باظت، عايزه تتغير. ولا عايزه تتغير ولا حاجه، هو بس عايز ابره وتسليكه من اللي هي بعدها يشتغل زي الفل. ما قلتليش كنت عايز البابور في ايه؟ ما فيش، كنت اسال عليه بيضه كده وقمر رغيف عشان هيتعشى بيه. طب بقول لك ايه، ما تخلي سلق البيت على تسليكة الوابور للصبح. انا جايبة معايا يا اخويا فضلة خيرك شوية فشة على الحال، انما ايه يستاهلوا بقك. دوق يا اخويا دوق. لا بألف انا وشفا. دوق امال. حلو قوي، ألف انا وشفا. يو هو ايه اللي ألف هنا وشفا ده؟ وديني وما اعبد، ما انا سايباك الا اذا جيت كلت لقمه معايا انا والعيال. اربع عمليات ولا بعض، بس الحمد لله كلهم نجحوا. صعوبه صعوبه قوي يا دكتوره، المعدات بتاعتنا ما تتطورش بالتطور الطبي العالمي، الادويه مش كفايه، احنا ناقصنا حاجات كتير قوي. عندك حق يا دكتور، احنا دلوقتي كل اعتمادنا على المجهود البشري، بس نعمل ايه؟ الظروف اتغيرت من سنه 67 والميزانيه كلها رايحه على الجيش والاسلحه. اذا ما كانش في دكاتره عظام زيها كنا لصنا يا دكتور. اجمل ما فيكي انك هاديه وعقلك شغال وبتلاقي سبب لكل المشاكل. انت اجمل حاجه في مشوار حياتك. طب يلا دينا بقى لحسن مشوارنا، المروح البيت طويل قوي يا دكتور. على رايك زمان الولاد روحوا. اقول لك ايه؟ نعم. هو عندكم اكل في البيت ولا نكافي نفسنا على شغلنا النهارده ونتعشى بره؟ والله انا فعلا نفسي اتعشى بره، بس الاول هتصل بوليد اشوفه، لو كان كان يبقى خلاص انا من حقي كمان اكل لوحدي. انا متاكد ان ده عشت غالي. انا اصبحت رجلا حرا
يبقى خلاص اغير هدومي واكلم وليد وعلى الله اخد شويه حريه من حريتك دي. خلاص يا دكتور. خلاص يا دكتور. مش سامع صوت. الو علي صوتك شويه لو سمحت. ايوه كده كويس. فاهم انت عايز رساله اسبوعيه فيها على الاقل 10 موضوعات. موافق، بس المهم الدفع يكون مقدم وبالدولار. التحويل يوصل من هنا وابعت لك الرساله من هنا. موضوعات فن وحوادث وصور زي ما انت عايز، كل اللي انت عايزه، بس المهم الدفع يكون مقدم وبالدولار. اسمه ايه وهيجي امتى؟ طب هاي هيدفع 4 سميع قدام. جميل جدا يا زينب. لا معاك زينب. ايوه معاك. اسمع خليك ماشي على الطريقه دي وانت هتوصلك احسن موضوع. مع السلامه. صلاح مرتضى فين؟ اول ما يوصل يبعتهولي على طول. وخدي الاستمارات دي وديها الحسابات وقول لهم يخلصوها بسرعه، الناس عايزه تقبض. حاضر يا فندم. شكرا. ايه يا كوكي؟ ايه يا حبيبي مالك؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ ازاي بقى؟ ده انتي من ساعة ما جيتي من اسكندرية وانتي مزاجك مش حلو. قوليلي بقى، فلس ولا مذاكرة ولا اللي واخد عقلنا تقلان وتعبنا؟ لا ده في بقى نار جوانا قايدة. اسمع يا حبيب قلبي، مفيش راجل في الدنيا يستاهل احنا نقطع في نفسينا علشان. انا مش عارفه هو ليه بيعملني كده. احنا طول الاجازه ما شفناش بعض، ولما قابلني ما حسيتش ان انا وحشته، ما حسيتش حتى انه قلقان عليا. بسيطه، يبقى هنا بقى يا روح قلبي لازم نقلب الاسطوانه. اسطوانه ايه؟ اسطوانه الغرام. يعني بدل ما نغني ونقول له يا حبيبي تعالى شوف اللي جرالي إيه، نغني ونقول له اللي عايزني يجيلي انا ما بروحش لحد. ها ها. فين التليفون؟ في الصاله. ليه؟ هتكلمي المطافي تطفي نار الحب؟ لا، هكلم الندل الجبان اللي مديني الطرشه. اجمل حاجه فيه انك متاكد من موهبتك وشطارتك ومع ذلك مش مغرور. يا فندم انا مش هدعي التواضع، ده انا كل يوم بتعلم من ستك حاجات كتير قوي بتغلى بيها على ناس تانية. موهوب ومتواضع ودبلوماسي كمان. بتفكرني بشبابي مع فرق واحد، ان قلبك اسخن واشجع مني بكتير. يا فندم ظروفنا بتخليني اشجع، ظروف جيلكم كانت اصعب. محدش يقدر يغلطك ابدا. الو؟ ايوه؟ مين عاوز؟ لحظة واحدة ست. أي مين؟ أهلا وسهلا. لا مش فاضي، مش فاضي خالص. لا والله عندي شغل. ممكن لما تخلص شغل تكلمني؟ يعني إيه عاوزة إيه؟ عاوزة أتكلم معاك، عاوزة أتفاهم معاك، عايزة أفهم إيه اللي بيحصل. مع السلامة. جبان بقى قلت لك اقلب الاسطوانه. كفايه بقى، مش طايقه حاجه، مش عايزه كلام. يا ساتر يا رب، انا هوريك يا صلاح. انا بعتتك ما تبقاش قبل. انت جعان ايه؟ مش عايز تاكل؟ يلا نعزك. بالمناسبه ناني اتصلت وعايزاك تكلمها. ايه؟ بكلمها بعد ما نرجع. نرجع هنا تاني يا فندم؟ امال ايه، الشغل كتير قوي. يلا. ايه رايك يا ابو صلاح في شويه دولارات كده كويسين كل شهر؟ هذا المكافاه بالدولار؟ لا ملاش علاقه بشغلك خالص. واحد صاحبي في الخليج فتح مجله وعايز رساله صحفيه من مصر كل اسبوع. عشان كده بتقول بالدولار. هو هيدفع مبلغ ثابت، هنقسمه نصين، نص ليا والنص التاني ليه.
ايه رايك؟ انا هتدور على الطلب الموجودين في الكليه بتاعتك. احنا عندنا طلبه كتير قوي موجودين مش لاقيين فرصه. اثبتت التجربه ان الموهوبين دايما محتاجين اما الشغل او الفلوس. هنقعد ساعة مع بعض كل اسبوع نتفق فيها على الموضوعات، تحقيقات، مقالات، لقاءات فنية، وبعدين تكلفهم انت بهذه الموضوعات، تدفع لهم الفلوس، تراجع شغلهم، وبقية المبلغ حلال عليك. ايه رأيك؟ فكرة هايلة، وكده المواضيع توصل لهم طازة ومعمولة كويس، بدل بقى ما يبعتوا مندوبين من عندهم وتذاكر سفر وبدل سفر، كده يبقى اوفر واقوى. عليك نور، موافق؟ طبعا موافق. ما تاكل يا صلاح، الاكل كتير. بس تهاني مصدقيني مفيش حد من التحرير موجود دلوقتي، كلهم روحوا. بس انا اتصلت بالاستاذ سماح مرتضى من حوالي نص ساعة وهو اكد لي ان هو مستنيني. الاستاذ سماح لسه خارج من شوية مع الاستاذ رؤوف في التحرير. طب اطلبه في التليفون يمكن موجود وانت ما خدتش بالك. يا هاني مصدقيني الاستاذ سماح لسه خارج قدامي دلوقتي. يا عم جاد، يا عم جاد. نعم في ايه؟ الاستاذ صلاح فين؟ لسه خارج من شويه مع رئيس التحرير. صدقتيني؟ شكرا. اللي يتابع منطقة الخليج الفترة دي كويس لازم يكتشف ان في مجلات وجرايد كتير قوي هتفتح. طبعا حالة الازدهار الاقتصادي هتواجبها لازم حالة ازدهار اعلامي وصحفي خطيرة جدا. ده حقيقي. طب ما نظبط احنا نفسنا بقى عشان نكبر اكبر مكاسب من السوق الجديده اللي هتفتح. ازاي؟ ناخد شقه في مكان محترم نعملها مكتب. مش مكتب، دكانه يعني. مقاول. مقاول؟ اه مش في مقاول انفار، نبقى احنا مقاول مواضيع. في طلبه كتير قوي بيتخرجوا من الجامعه موهوبين جدا في الكتابه، يوم ما يتخرجوا الحكومه هتديهم كام يعني؟ يعني 20-25 جنيه في الشهر. خلاص نديله احنا فوقيهم 30 جنيه ونجيب 6-7 صحفيين في 6-7 مواضيع. بعدين 6-7 صحفيين في 6 مواضيع ب 40 موضوع في الشهر ب 200 جنيه وحشين. وبعدين بقى نجيب 3 على الديسك ب 100 جنيه في الشهر وبنتين على كتبه يبقى اخر تمام يا ريس. وبعدين نبعت احنا المواضيع بقى التحقيق نقلبه موضوع فني والموضوع الصحفي نقلبه مقاله وهكذا وتشيل صور جديده قوي بدل ما نبعت لبلد واحده نبعت لثلاث اربع بلاد. ايوه يا ريس والبركه في اتصالات سيادتك، ما انت اللي هتجيب لي الزبون. الزبون ايوه. صلاح يا مرتضى انت مصيبه، انت واد عبقري وخطير. في الميزك يا ريس. أنا قدامي شقة في الزمالك 5 أوض وبالتليفون مطلوب فيها خلوه معه. هكلم الراجل النهاردة يحضر لنا العقد. أنا هأجر الشقة دي باسمك. اسمنا ليه؟ أنا رئيس تحرير وفي موقعي في 1000 عين عليا. أنت اللي هتختار المحررين بتوعك واللي هيشتغلوا على الديسك كمان وتبدأ من الشغل. 50% ليا و50% للشغل والباقي حلال عليك. موافق سيادتك. توم بكره الصبح تعدي عليا تاخد شويه دولارات تفتح بيهم حساب في البنك باسمك. كل فلوس الشغل اللي جايه من بره هتخش عندك. وليه ما يكونش باسم حضرتك؟ انا فعلا عندي حساب لكن زي ما قلت لك مش عايز اظهر في الصوره، مش عايز يكون ليا اي علاقه بالموضوع ده. انا ليا وضع خاص. ماشي يا استاذ روف انا فاهم وهكون عندك من نجم. اتفقنا يا شريكي؟ اتفقنا يا استاذ. يلا بقى كل. اتعشيت؟ لسه كنت
ناوي اهرب انا والدكتوره امال نتعشى بره، لكن يا ست طلع وليد ما تعشاش ففضلته عليا، فمضطر بقى اتعشى لوحدي. لا لا انا هقوم اتعشى معاك دلوقتي، انت بس قول لدادا تجهز العشاء وانا هقوم فورا على طول عشان اكل معاك. ايه ده حبيبتي؟ انت لسه ما تعشيتيش؟ لا انا تعشيت، بس مش هسيبك يعني تاكل وقتك، لا تعشى معاك برضو، ده انت بابا حبيبي. صديقي الصحفي الجميل، تفضل. الله، طازة وطبيعية. انت كمان النهارده طازة وطبيعية. عيب يا صلاح، انا في ناس كتير قوي غزوني وعكسوني، بس كلمة طازة وطبيعية دي أول مرة أسمعها، جميلة. أيوة بس أنا مش بعاكس، أنا حقيقي بوصف الوردة الجميلة اللي أنا شايفها قدامي. الوردة دي؟ الوردة دي أنت. بس يا صلاح، عارف انا فكرت ابعت اجيب عشا من برا، وبعدين طلعت في دماغي اطبخ لك بايدي. لو اكلك زي فنك يبقى احلى عشا اكلته في حياتي. مش قوي كده. لا قوي واكتر كمان. عشا في البيت ومن يد النجمه كبيره زيك اكيد احلى من الفول والطعميه والبسطرمه بتوع كل يوم. خلاص تعالى اتعشى معايا كل يوم. لو اضمن انك انت اللي هتطبخي اجي. لا يبقى خليها مره في الاسبوع. ماشي لتشوفيه. تعرف يا صلاح، اول ما دخلت هنا حسيت ان انا عايز اخدك في الحضن. على فكره انا امبارح نمت من غير حبوب. عشان كده طازة وطبيعي. صلاح، تعرف تكتب لي قصة؟ قصة للسينما أو للتلفزيون، تكون البطلة أم، يعني مش ضروري أم، تكون البطلة في سني أنا من غير مكياج. افتكرت انه حياتها انتهت خلاص، وفجأة قابلت انسان قلبه كبير ومخلص، وعرفها انه كل سن له جماله وحياته. هما ليه البطلات اللي في أفلامنا وتمثيلياتنا دايما سنهم صغير؟ تعرف تكتب لي القصة دي؟ مش لازم أنا، في قصص كتير في الأدب العالمي والعربي، أوعدك أختار لك واحدة. لا أنا عايزك أنت اللي تكتبها، والمخرج والمنتج موجودين. ايوه انا عمري ما كتبت قبل كده، مش معقول هجرب فيك. يا سيدي انا موافق انك تجرب فيه، انا بتكلم جد.
حط حاجة على البوتاجاز. المسقعة. انا بكلمك وانا سمعت ومش عايز ارد عليك يا اخي. حاجه غريبه قوي، واحده قاعده في عربيتها واقفه في الشارع العام. ايه ممنوع ولا حرام؟ خلاص ممنوع الواحد يقف في الشارع العام. ده عربية. لا سرقاها. رخصة من فضلك. اللهم طولك يا روح. اقرا كويس علشان تطمن. اتاكد. انا كده اطمنت، بس وقفت الفتره دي شيء مش طبيعي. هو ايه اللي طبيعي ومش طبيعي؟ انا تعبانه طول النهار، كنت بدور على العنوان، كنت بلف بالعربيه كل الوقت، وبعدين ما لقيتش العنوان ده. قلت اقف بعربيتي علشان استريح شويه. فيها ايه يعني لما اقف ساعه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا ستة؟ ولا عشان حضرتك ظابط لازم تشك في كل حاجه؟ ولا ممنوع دلوقتي الواحد يقف في الشارع العام؟ انا اسف، انا بقدم اكيد ومن حقي ان انا اشك رايك. جايز تكوني محتاجه لمساعده. على العموم هدي نفسك، تحب اجيب لك حاجه سهله؟ انا اللي متاسف، ما قدرتش اعمل كنترول على اعصابي. اصل النهارده كان يوم مزعج جدا بالنسبه لي. انا اسف، انا همشي. ما قدام حته حته بس خلاص. ها اديني يا سيدي قلت لك كل اللي اعرفه وكل اللي ما اعرفه. انا عمري ما حد سالني بالطريقه دي ولا انا جاوبت كده. لا خلاص، انا يا دوب بس هبعتك المصور. مصور ليه؟ هو رؤوف مش ادالك الصور بتاعتي؟ مش هي دي الصور اللي عايزها. دي مش صور انا الحقيقيه. انا عايز الصور بتاعت الجمال الهادي اللي انا شايفه قدامي. فهمت، انت عاوز صور طازه وطبيعيه. بالظبط. فعلا عندك حق كده، الناس هتشوف صور لناني بصورة جديدة خالص. حقيقة أنا كنت عايز أتجرأ وأتكلم معاك في الموضوع. طالما سمحتي لي أكون صديق. أنت مش صديق وبس، أنت صديق عزيز عليا قوي. عايز تقول ايه؟ الحقيقة انا محتاج لفلوس، فلوس كتير قوي. انا اصلي انت مزنوق ولا حاجة؟ اصل انا ما بشيلش فلوس كتير في البيت. لو تقدر تستنى لغاية بكرة انا
ممكن اروح البنك و... انا بنك ايه بس بنك ايه وبتاع ايه. انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع بس يظهر ان انا دخلت في سكه غلط. الحكايه مش كده يا نهار ابيض. انا شكلي زي ما اكون نصاب او بطلب رشوه. مفيهاش حاجه, احنا كلنا ممكن نتزنق. ايوه بس انا مش مزنوق يا مدام نان. انا كنت عايز اكلمك في موضوع يظهر ان انا دخلت في حاجه تانية خالص. الحكايه مش كده, الحكايه ببساطه ان انا عندي حفله, فقلت ان حضرتك بعلاقاتك في الوسط الفني ممكن تفيديني. حفله خيريه عشان اساعد الطلبه المحتاجين بس كده. كوكي قاعده لوحدك ليه يا حبيبتي كده واقفه على نفسك الباب؟ ما تقومي تيجي تسهري معانا. مش عايزه اسهر ولا اتنيل, سيبوني في حالي بقى. البن رائع رائع. انت اللي عاملاه؟ انا فعلا اتخضيت. مش عشان الفلوس, انا عمري ما كنت بخيله. خفت انك ما اتخدعت فيك كانسان عنده مبادئ. لا انت شكلك اتخدع عشان الفلوس بصراحه. تعال بقى تعال نتكلم شويه جد بقى. تيجي نتكلم في الحفله؟ يلا. بص بقى, بص يا سيدي, حفله خيريه لمساعده القبر. عاوزني اكلم لك مين؟ شادية؟ وردة؟ عبد الحليم؟ عبد الحليم حافظ؟ اه. ضي انادي لارا والشارع الطويل فكرني يا حبيب بالموعد الجميل. وحش اول الدرجة. ما اظنش انه هيكون في اي فنان او فنان هيرفض يشترك في الحفله الخيريه دي. حلم؟ بتتكلمي جد؟ ممكن يحصل الكلام ده؟ اه لازم يحصل الكلام ده. سيب الموضوع ده عليا انا. خلاص سبته عليك. انت عارف انا بقالي فتره كبيره قوي ما بعملش حاجه, كسلانه وقاعده في البيت, وانت كده بتديني فرصه نشاط غير طبيعيه. بقول لك ايه يا صلاح, مش بس المطربين اللي هيشتركوا في الحفله, انا هطلب من نجوم السينما والمسرح انهم يقدموا فقرات الحفله ويتبرعوا بفلوس. نان انا دلوقتي اللي عايز احضنك. هيحصل بس بعد الحفله عشان استاهل الحضن ده. نان انا هكتب عن حماسك الحفله في الريبورتاج وهخلصه بسرعه عشان ننزل في اسرع وقت. ايوه عشان انا اتدبس ومعرفش ارجع في كلامي. بقولك ايه, ممكن اعزمك عندنا في الكليه؟ عندك في الكليه؟ ايوه عشان تحضري معانا اجتماع الاتحاد ونرتب الحفله كلنا سوا. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص همشي انا بقى عشان اخلص الموضوع بسرعه. وانا كمان هسأل على التليفون اكلم كل الفنانين اشوف مين فيهم عنده استعداد يشارك في الحفله, وان شاء الله هننجح. بحماسك ده هننجح. ميرسي يا صلاح, ميرسي على كل حاجه. صباح على خير. صلاح خسارة ما عندكش تليفون, كان نفسي اكلمك للصبح. وانا كمان